متابعينا الكرام في قناة دروب إيمينتانوت، ها نحن معكم مجددا في برنامج جديد. هذا البرنامج إن شاء الله سنستضيف فيه شاب من أبناء منطقتنا، منطقة إيمينتانوت. إلا ديتنا غوماتنا سي عادل مشاري زغدوار نورت اللي تبعان جماعة سيدي غانم اللي دارت لها يد الموهبة لين النحت على الرمال، كذلك على جيبس اللي سكريات الحرفة نض المهنة. الشابان نكتشف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي شاءت الأقدار أنه رد سلمى الدراسة برفقة سي مصطفى بيفنزي، كذلك سي سعيد الأزهري، أروني توجه التحية كطاقم دروب إيمينتانوت. غنحاول إن شاء الله باش نكتشف الشاب هذا الموهبة هذا اللي يوصل للمنطقة. نفتخر أنه دانا اللي زود ناد ورافلون سيقود بزاف. نحاول نتعرف في سي عادل مشاري من خلال أدغيف أيات النوبدة. سي عادل مرحبا بك قناة دروب إيمينتانوت. الله يبارك فيكم قناة دروب. راه تشرف أنه كنستضيف باش نفلك نتعرف فلك تعرف على الجمهور دروب إيمينتانوت وكذلك الساكنة داخل الأرض الوطن وخارجها. مرحبا سي عادل، لك الكلمة. أدغيف أيات النوبدة أكنيسان من خلال الميل بارنا المتواضع. السلام عليكم. أول حاجة انتشار قناة دروب إيمينتانوت في الاستضافة هذه. هذا نبدأ في عادل المشاري. عادل المشاري يوصل من تقنورت جامعة سيدي غانم غادي إسكي سوان العمل شي شوا دابا نحت في الرملة يلا ينعمات تقريبا خلاص ضل الطاين حينا نكتشف الموهبة هذه من تحت على الرمال. سي عادل الأعمال الفنية طرقنا سنتين لمجموعة من المجالات الأوروبية، تنشر تصاور سنت بزاف على المواقع الاجتماعية، ما مش هي البادرة إلا داك هي الشهرة. إن نسيت غيكا راك تيمنا وكان لك تما البحر والو هذا تيادات الأعمال الفنية اللي هي فريدة من نوعها. من المواضيع اللي ستهتمت بزاف أسميتها الأعمال الفنية كالرمل من المركز من الرمل، وخر هذيك شوية من أسرار المهنة للتنين سولا صف مات شوية. سعد الله يحفظك. أول حاجة الرملة خصها الرملة البحر باش تنتج أعمال مكتملة تشمل خصها الرملة البحر. الرملة البحر تقرا اللوحات تقرا الفيلم مزيان. ما ساكو من الأدوات تستخدم؟ أدوات جد بسيطة بزاف. أي حاجة رسيسة أي حاجة رسيسة تخدم شي ضروري. يعني لأن هي العدد يخدم سعمان كاين الملاسات مزيين مثلثات كاين الأنواع البيركار كذا الحوايج تستعمل هي غير اللي لا هو وينو السي عادل تخدم سيان منا ديال سنة الآلات اللي كان أول مرة يد بسيطة درات أنت حير أي واحد غاديا الفنان المبدع غاد أيا الإبداع ماشي الأدوات. البدا خدمة خاصة اكشوط لين الماستين البولو متلاجي اكشوط عن البولو دي الريشة الناس بدي اصنع الحوية ما مش الريشة اللي سترصى منها لا الريشة وفلوس زود وفلوس طير لين تينين غدار البحر غير هو الريشة الصافي سنة الحوية الناس ازبدي وخاص سي عادل سميتو يعني تجيتي يوسف تقنورت يعني نصدر لنا مثلا يصور لي المواد الاوليه مثلا غادي نلقى لي تزيد مثلا المسقط الراس اذا ضروري انه مثلا تسافر في المدينه زوج الصويره اكادير باش كيستافد سميتو يعني الهجره مثلا كيجعل سميتو ضد الدراسه ضد العمل كيون انه اللي اكتشفت الهوايه اللي غير جنب الحق هو العمل. العمل لا يوين الا مكتشف الموهبه يعني نقدر البحر ماشي نفس على اساس الموهبه يعني اللي اما المواد الاوليه واللي نشري الحاجه مثلا خطق النور تنوض المنطقه كلشي تقريبا يعني لو انه رتفخ مثلا يعني شقى انه نكتشف عادي اللي نشري ما شرينا واحد واخذ ما شرينا واحد تجمي داريني ولا شي من الغندره شت يعني ما الفرق ما بين هاي
لا الفرق ما بين ندير البحر حتى الجو انت ما البحريه حتى الجو وين الالهام يعني المادة الخام ديالك السي عادل راه كاين حتى الرمله فقط واخا اما بالنسبه للجبس السي عادل الجبس الحير فانو يعني هي ديال اللي يعني اختنا هذه هي الانطلاقه لو انه رجل مثلا باس يشقى انا كنت اعمل هذا هذا اللي درسهم شويه كان ترسم شويه صافي وانا السنوب واش شويه مزيان هذا الصوري ديال سميتو اللي سنسن عاده انه مثلا انت فات كان فنان تشكيل ولا كان حاجه كانت المدرسه مثلا درس اللي كانت التكوين سميتو عليا اللي درت التريات البدايه ديال الاساس ديال القاعده ديال لاباز انت ديال الانطلاقه اللي مثلا هي ما ميكس السعاديه غنفطرك زيد فهمتك كما ديزي غدي سيجار فطره ما ميكس السعاديه الخير راني جار فطره صافي هكا مزيان ماشي ميكسر المدرسه فن ولا شيء هاش طار موهبة صافي نحتاج طيب ويانا غارة شانس واخا لو انه السي عادل مثلا تيحاج الفرصة انه مثلا تمشي مثلا المدرسة يعني التخصصات ديال انه باش تسقط الموهبة استصدرت انه السي عادل مثلا تستمر باش تفتت بعيد مثلا تقريبا يعني هاتي شي حاجة هي شي حاجة هي مهمة سميتو ماشي زعما تذكرت شي حاجة اللي تحيرت ولا ضروري باش تتاح الفرصة تكمل واخا بالنسبه للاعمال ديال السي عادل مالك كله كيمت تقريبا يعني نسيم درجني يا من نوع القنوات تي تي ساو الصغار دي دي تواصل الصغار الصغار مصر ولا شي نوع ديزني شمد الا كان التواصل جدي انه مثلا داش ديسك المقابله بدات في سميتر ما ملي كنرد عبر الواتساب غير عبر الواتساب يعني وسيم نمرانج سميتو اما بالنسبه لنكني القنوات المغربيه الناغره المرابط الاعلاميه نايس اللي كيرانا التشجيع على التحفيز على كيرانا نسميتو بصح كنزوفتي ديوالو يعني للاسف يشكاد الاعتراف الزبران